مباشره من ايمان خليف نحاول ايمان ان شاء الله. لم يتولى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في دام حفيدة للا فاطمة سومر عبر تغريدة قال فيها: مبروك التأهل يا إيمان، لقد شرفت الجزائر والمرأة الجزائرية والملاكمة، سنبقى إلى جانبك مهما كانت النتائج، إلى الأمام. هذا وستواجه محبوبة الشعب الجزائرية في دور النصف النهائي الملاكمة التايلاندية جان جيم، والتي هزمتها في البطولة العالمية سنة 2023 قبل استبعادها من المنافسة من الاتحاد العالمي للملاكمة. إيمان خليل يهضر معك واحد من ولاية تبسة من دائرة العوينات، واللي يحبوك بزاف، نتمنى لك النجاح، وراك وصلتي للدمي فينال، والشعب الجزائري من الرئيس وهبط راهم يحبوك وراهم واقفين معاك. إيمان راهي مأمنة البلاد، الناس باش تعرف أمنت كاع البلاد. إيمان راهي نيبو، والناس كي تكون نيبو العالم كي شافها نيبو، ولا ما لقى حتى ديبو واش ولا يقول اش بالو للدورات وهادي. إيمان مرة ونص الفجأة اللي يديروها لها، مش غير مسوا بالشرف تاعها، مسوا بالشرف تاع النساء كلها يعني الجزائريات، وهي كانت فحلة أنها عرفت في الجو يعني. فالشعب الجزائري دائما وأبدا خلفك وخلف إنجازاتك، كلنا فخر واعتزاز بك، ودموعك غالية يا إيمان. إلى الأمام، إلى الأمام يا بطلة الجزائر.